إذا كان حد قرر هو مع فيزا أو مع حماية مؤقتة وقرر أنه هو يرجع لسوريا طوعية، هو قرر قراره أنه هو يرجع. فأنا كنت بسأله لو الفيزا بتاعته خلصت أو لو الفيزا بتاعته ما خلصتش، وهو راح شاف الوضع لقى الوضع مش مناسب بالنسبة له، هل يحق لي أنه يرجع تاني ولا لا؟ للأسف. والنقطة دي هقولها خالص في آخر الحلقة لأني فعلا لازم الأشخاص ياخدوا بالهم منها. طبعا إذا حد دلوقتي قال سوريا تمام أمان وأنا نازل وبقى بسوريا والوضع ما عجبوش وعايز يرجع يجي تاني، بيكون خسر حقه أنه يعرف يجي بطريقة قانونية. فطبعا يعني لازم الواحد يفكر بالنسبة له دي النقطة منتهية، ومجرد خروجه من هنا لا يحق لي العودة مرة أخرى أو يقرب من ناحية السفر المساوي يقول مثلا أنا فيستي. هو لو خسر لا، ما هو ممكن ينزل زيارة، ما الناس بتنزل تركيا والأماكن دي زيارة عادي. بس الفكرة هي لو هو خلاص قلنا دلوقتي في عودة طوعية وهو قرر يرجع عودة طوعية وهيرجع على وطنه، أو نزل من هنا على تركيا ودخل من تركيا على سوريا ومنتهية الإقامة بتاعته خلاص ما معهوش جواز سفر وأيا كان ما حصل وعايز يجي يرجع تاني، مش هيعرف يروح للسفاره يقول لهم ادوني فيزا انا عايز ارجع على النمسا، بصعوبه كبيره. وعلى فكره في اشخاص حتى من قبل ما يسكت نظام بشار في اشخاص كتيره زهقوا ورجعوا على تركيا وقعدوا في تركيا، وفي ناس رجعت كمان على سوريا وبعد فتره من الزمن لقى نفسه ان هم مرتاحش وعايز يرجع يجي على النمسا تاني. بس كان بالنسبه له دي صعب، مشكله صعبه جدا. طيب بالنسبه دلوقتي يمكن احنا بنتكلم على الوضع القانوني وان كل شخص حاليا في الوقت الحالي قبل ما يخطو اي خطوه، لان احنا دلوقتي مش بنلعب سياسه، احنا بنلعب قانون، وممكن اي اجراء قانوني خاطئ مش محسوب حسابه يدفعه ثمن اقامته موجوده هنا. عشان كده ممكن تقولي لي ايه اللي ممكن انتوا عن طريق المكتب بتاعكم تقدموه للناس او بتنصحوا الناس بايه؟ وبعد كده عندي سؤال في الاخر عايز منك شويه نصايح، بس قولي لي الاجراءات القانونيه اللي ممكن الحاجات اللي احنا نقدر نقدمها للناس في الوقت الحالي في الظروف اللي احنا فيها دي. اول حاجه انا بقولها دي نصيحه انا مني، لو سمحتم الوضع حاليا حرج، مش للناس تخاف او اي حاجه لا، بس الوضع حرج. احنا قبل كده كنا بنقول ايه، ياخد 3 لجوء ولا ياخد سنه، انت دلوقتي بتتكلم في سحب اقامات وترحيل. يعني الوضع ما عادش بالبساطة دي، محتاج فعلا تدخل قانوني قوي. فنصيحتي لكل الأشخاص من فضلكم لو سمحتم تاخدوا مشورة قانونية قبل ما تخطوا أي خطوة، قبل ما تعملوا أي حاجة، من مكان موثوق فيه وحد يكون فعلا عنده الخبرة الكافية ان يديها لكم. يعني ما تاخدوش من أي مكان أيا كان معلومات، يعني مش على السماع، لازم تبقى استشارة قانونية يعني. بجد من حد يكون فاهم عشان الناس ما تاخدش معلومات تبقى خاطئة. تمام، دي اول حاجة. الحاجة التانية، النصيحة التانية او الموضوع التاني اللي احنا نقوله للاشخاص هو ان لما انت بتاخد النصيحة القانونية خلي عندك بقى متابعة، ان الناس تشتغل في الوقت الحالي على نفسها، تكون متابعة الوضع القانوني، تكون عارفة ايه الحقوق اللي عليها، ايه الواجبات اللي عليها، على ما نشوف بالظبط ايه الاوضاع اللي هتحصل في المستقبل. الخدمات التانية اللي مكتبنا يقدر يقدمها للاشخاص طبعا هي في الوقت الحالي ان الناس تقدر تحط نفسها في وضع يكون أمان للجنسية، ليه لأ؟ إن الأشخاص يقدموا على الجنسية، ينقلوا من الإقامة بتاعتهم لإقامة أوروبية. دي هقولها لحضرتك في الآخر مع النصايح، إيه بعض الحاجات اللي الناس تعملها.